هذا ويحتضن مركز إثراء القمة العربية التي تلتئم يوم غد الأحد. يعد المركز أحدث صرح حضاري شيد بالظهران عام 2016، ويجمع المركز بين التصميم المعماري المعاصر والتقنية الحديثة، ويضم المركز بين جنباته مكتبة عصرية ومختبرا للأفكار وواحة للصغار ومتحفا عن تاريخ المملكة الطبيعي وإرثها الحضاري وفنونها المعاصرة، ومسرحا وقاعة للعروض الإبداعية، ومركزا للأرشيف، ومعرضا للطاقة.